يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم في هذه القناة من جديد ونواصل معكم في دروسنا حول تعبير الرؤيا. اليوم موضوعنا يدور حول رؤية الفراش، وإن رؤية الفراش في المنام لها عدة معان، ومنها أولا الأرض، الدليل في سورة البقرة الآية 22 قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ثانيا، وقد تدل رؤية الفراش على الزوجة وما فيها من خير أو عيب. ثالثا، وقد تدل رؤية الفراش على الولد لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. رابعا، وقد تدل رؤية الفراش على النعمة والرفعة والسعادة لقوله تعالى في سورة الرحمن في وصف أهل الجنة، قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، الآية 54. خامسا، وقد تدل رؤية الفراش على الملك والسلطان، وخاصة إذا رأى الإنسان نفسه جالسا على فراش مجهول ولا سرير مجهول، فإنه بإذن الله يصيب سلطانا يعلو فيه على الرجال. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.